جينا نقول للمؤسسات الدولية ولكل من يتغاضى عن الحق الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني بعد 74 عاما الشعب الفلسطيني لم ينسى حقه، والشعب الفلسطيني باقي مطالبا بحقه، ولن يتنازل عن هذا الحق، ولن يتنازل. 74 سنة صرنا بنستنى، ولن يتنازل عن هذا الحق. نقول له عاهدنا الآباء والأجداد، عاهدنا الآباء والأجداد، وعاهدنا الشهداء، وعاهدنا الأسرى أن نبقى حراساً لهذا الحق وحراساً لهذه الأرض. يا صهيون، كما ساقها على مر التاريخ أن كبارهم سيموتون وصغارهم سينسون، ها هم كبارنا ورثونا الحق الفلسطيني، ورثونا الهوية، ورثونا المفتاح، ورثونا أن لنا بيوت هناك لن ننساها، وها هم صغارنا في الشوارع يطالبون بحقهم ويلاحقون الاحتلال ويقولون الحق الفلسطيني لم ينتهي، ارحل يا احتلال، ليلك زايل، واحنا الحق وانت الباطل. وان شاء الله سيكنس هذا الاحتلال من هذه الارض بجهود اهلنا وبجهود كل الاحرار الى جانبنا. ونقول لهذه الوكالة ولكل المؤسسات الدولية، اين القوانين؟ اين المواثيق التي وقعت عليها؟ اين القوانين التي وجدت من اجلها؟ نقول لا نريد ان نستجديكم، نعرف ان كل هذه المؤسسات اصبحت هي تصطف الى جانب الامريكان والى جانب اسرائيل، ونحن لا نستجديهم أبدا. نحن نقول لهم أن حقنا إن شاء الله سيعود لشعبنا، وشعبنا طالما وجد مقاوما وسيبقى مقاوما إن شاء الله الحق الفلسطيني سيعود، ولم ينتهي حق ورام طالب إن شاء الله.